تذكر بأنها امرأة حجت منذ 38 عام تقريبا، وكانت هي الحجة منذ الأولى. كم؟ منذ 38 عام. نعم. تقول وكانت هي الحجة الأولى لي، كنت أسكن في المنطقة الشمالية عرعر، واتجهت إلى المنطقة الغربية جدة بالطائرة، بذلك أكون قد تعديت الميقات، وكنت جاهلة بالأمر فلم أتكلم ولم أقل شيئا بهذا الخصوص، علما بأنني اعتمرت منذ خرجت من منزلي وأتممت الحجة على هذا الأمر. وسؤالي هل علي شيء في ذلك؟ ذكر على العلم رحمه الله أن من أحرم دون الميقات الذي مضى به فعليه فدية، أي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وتكون عمرته صحيحة وحجه صحيحا. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة عليك الفدية بأن تذبح شاة في مكة وتوزع على الفقراء ولا يؤكل منها شيء، وإذا كانت لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها فلا حرج أن توكل من تثق به ليقوم بهذا العمل في مكة. نعم.